أنا عايزة أقول لهؤلاء إن العمل العبادة لا يقل عن أداء الصلاة، وإن أنا أركن الذين يريدون هذه الخدمة واجعلهم يتأسفوا وينتظروا أكثر مما يجب على مجرد أن يحجز تذكرة أو يؤدي عمل، ده أنا بعتبره شيء مشين ويربط بالصلاة. أقول لهم هذا تصرف غير لائق. النقاب شريعة يهودية، أنا أتكلم هنا كأهل اختصاص. أنا أستاذ عقيدة وفلسفة وقلتها بالإطار العلمي. اذهبوا لرأي هذا إلى العهد القديم، سفر التكوين أصحاح 38 و42، ستجدوا فيه النقاب من الشرائع الرئاسية على المرأة في الشريعة اليهودية. أبدا النفس في البيوت، وكان من هذه العقود ما ينص صراحة على عطاء المرأة حق تطليق نفسها واشتراطها ألا يتزوج عليها إلا برضاها، وأن يوفر لها مستوى معين من الأساس والحلي وغيرها. هنا أنا عايزة أكد للمشاهد هذا العقد، وتقول أن نصير لا أحل حراما ولا أحرم حلالا أبدا. الزوجة المتفرغة لا عمل لها ببيت الزوجية، ما عندهاش موضوع ولا بيزنس ولا مفتوحة من شجر، ومكثت 5 سنين في بيت الزوجية تطهي له وتخدمه وكل حاجة تقول بيها، وبيطلعها تأخذ من دخله، كل واحد ادالها كلمة في بالك بقى ومطلقها تاخد ورث الزكاة، تأخذ من دخله اللي بيدخله، داخله وظيفة، داخله دكان، داخله سوبر ماركت، تأخذ 5% من هذا الدخل.